قالت الهيئة المعنية بتنظيم الاتصالات في البرازيل إنها شرعت في تعليق الوصول لمنصة التواصل الاجتماعي إكس في البلاد امتثالا لأمر أصدره قاض فيما يتعلق بنزاع مستمر منذ شهور مع مالك المنصة الملياردير إيلون ماسك، وانقضاء المهلة التي وضعتها المحكمة للشركة لتحديد ممثلا قانونيا لها في البرازيل. بدأ في البرازيل حجب منصة إكس بموجب أمر أصدره قاض في المحكمة العليا بعد مواجهة طويلة مع الشبكة الاجتماعية ومالكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك. وبات الولوج إلى المنصة متعذرا في وقت مبكر السبت، ويبلغ عدد مستخدمي إكس في البرازيل 22 مليون مستخدم. وبحسب وسائل إعلام محلية، بدأ حجب إكس لدى بعض مزودي خدمات الاتصال بالإنترنت، ومن المقرر أن يصبح شاملا مع تقدم الوقت. وكان القاضي في المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس قد أمر الجمعة بحجب منصة إكس في البرازيل في غضون 24 ساعة، ما أثار غضب ماسك الذي قال في منشور على المنصة إن حرية التعبير هي أساس الديمقراطية، وأن القاضي البرازيلي أصدر أوامره لدوافع سياسية حسب تعبيره. وكان القاضي دي مورايس فتح تحقيقا منذ 4 أشهر بشأن إكس، متهما ماسك بإعادة تفعيل حسابات عليها تم إغلاقها بموجب قرارات قضائية برازيلية. وأقرت منصة إكس بأن عددا من المستخدمين تمكنوا من الالتفاف على القيود المفروضة عليهم، وسبق للقاضي أن أمر خلال الأعوام الماضية بإغلاق حسابات تعود لشخصيات مؤثرة من التيار المحافظ في البرازيل على خلفية ترويجها لأخبار زائفة حسب وثائق قضائية. وتشمل قائمة هؤلاء مناصرين للرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو، متهمين بالتشكيك بنظام التصويت الإلكتروني خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز بها اليساري لويس إغناسيو لولا دا سيلفا منذ 2 سنين. كما يأتي قرار حجب إكس قبل نحو شهر من الانتخابات البلدية في البرازيل التي ستسمح بقياس توازن القوى بين معسكر الرئيس لولا دا سيلفا والتيار اليميني في البلاد والذي يدافع عن ماسك.